بيغنى جمال من سومة وبيعرف يرقص راب. الولا ملوش في السياسة بس بلقم وخباسة. الولا ملوش في السياسة بس بلقم وخباسة. يقدر يرشح نفسه في انتخابات. عدم وصولي ليها أفقدني تركيزي بالفعل يا دكتور. مش عارف، حاولت معها أكتر من مرة ومفيش فايدة. ولد، أنا أول مرة أشوفك في الحالة دي. أنا نفسي مستغرب لدرجة أني حللت لنفسي دم وبول. ولقيت إيه؟ لقيت جوايا تفاعلات كيميائية انعكس عنها أحاسيس بيولوجية، نتج عنها تصرفات فيزيائية أنا مش فاهمها. فيزيائية؟ يا نار أبيض. طب قول لي، جربت اختبار الـDHL؟ جربته وغطست الورقة كمان. واداك لون ايه؟ ادتني اخضر. اخضر غامق ولا البستاج الفاتح بتاعنا ده؟ البستاج ما كنتش خفت، ادتني اخضر غامق. غامق. يبقى بتحب يا برنس. الاخضر الغامق يبقى حب، البستاج ده لهفة وشوق. بص يا بيرم، انا اقول لك تعمل ايه مع البنت دي، بس توعدني اياك تنسى شغلك. من غير موعدك يا دكتور، انت عارف ان شغلي اهم حاجة في حياتي. بص يا بيرم، انا قبل ما يحصل اللي حصل لي ده والاحمر، كنت مقطع سمكة ودلها. خد بالك يا ابني، البنت دي لو فضلت تجري وراها مش هينوبك غير المهزلة. طب والحل؟ خليها هي اللي تجري وراك، تجريش انت وراها. قصدك غاز البام بام بام ماريا؟ ولد، غاز البام بام بام ماريا تقيل عليها قوي يا ابني. ما هي اللي تقلت. تعجبني. تلميذك. صباح الخير يا شعب مصر العظيم. صباح الخير يا حبيبي. أتمنى من كل قلبي إنك تكون نمت كويس يا شعب مصر يا عسل، يا شعب مصر يا قمر، يا منور كل حاجة حلوة. يشرفني أن أبلغ وطن الحبيب مصر بانضمام الرجل العنابي لحزب الصراحة راحة رسميا. الحقيقة هو جه امبارح برجليه طواعية كده، بناء على رغبته يعني من نفسه، بعد ما شاف في حزب الصراحة راحة كل الراحة، كل الشفافية وكل التقدم. عشان كده تقدم بأوراقه للحزب ودفع الرسوم كمان، اللي هو الاشتراك والكارنيه بتاعه هيطلع له بكرة إن شاء الله. ودلوقتي معانا اتصال تليفوني. ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، إزيك يا حاجة؟ كده يا صريح يا ابني، تكذب وتقول العنابي معاك؟ بس انا ما كدبتش والله العظيم يا ماما الحاجه، ما كدبت. انا حاسه انك كذاب وواطي كمان. الله 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 الله، ليه كده بقى؟ لا لا لا، استنى مخرج، لا اوعى تقطع عليها، احنا ناس ديمقراطيين وحزبنا اسمه حزب الصراحه راح، يعني الناس تتكلم براحتها وبمنتهى الشفافيه والديمقراطيه، وكل واحد يقول اللي هو عايزه. قولي قولي يا حاجه، ايه اللي ادبك؟ ايه اللي كمان وكمان؟ اتفضلي.
شاب زيك يا صريح، ربنا رزقك من واسع، ليه تعمل كده يا وحش؟ شاب زي دي حلوة ماشية معايا، إنما الباقي مش معدي. الله معلش، الله يسامحك يا ماما. ماما ماما في عينك، أنا لو معايا عيل زيك كنت رميته تحت الأتوبيس. أمي ورمتني تحت الأتوبيس، وماله؟ يحصل لي الشرف. شرف؟ اتكلم على حاجة موجودة عندك يا عديم الشرف. أنا اللي عديم الشرف يا ولية قليلة الأدب، يا سافلة يا عاطية، يا بيئة منحطة، يا اللي مش لاقي راجل يشكمك. انت تصدقي بالله انا ممكن اخش لك جوه الشاشه واضربك بالجزمه يا واطيع يا منحطه. اقطع بقك، اقطع مخرج. لا دي الديمقراطيه، لا دي الديمقراطيه اللي احنا بننشدها وبنأملها. ايه ديمقراطيه طلعت قله قيمه، بس انا مش هسكت لها، لا هسكت لها لا هي ولا اللي وزاها. عز الدين عتائي وكل الفاسدين الحاقدين، خرشد عجوه وياسر قنانه وعبد قرر، حاسبت لها واثبت لهم واثبت لكم واثبت للدنيا كلها اني انا مش كذاب. صريح الفيل عمره ما كان كذاب، وهتشوفوا. يلا بالراحه، الكراتين دي فيها انابيب اختبار غاليه جدا، لو انابيبك دي هتعمل فيها كده. ايوه يا انكل بيرم، انا عايزك تجيب الراجل العنابي وتكونوا قدامي دلوقتي حالا. في ايه بس يا انكل؟ يعني مش عارف في ايه، يعني ما شفتش التلفزيون يا سبيرم؟ بتفرج بس، سيبك منهم يعني، دول عالم فاضيه. بيرم بقول لك ايه، هي كلمه ورد غطاها، تجيب لي الراجل العنابي هركبه والف بيه مصر كلها عشان كل المصريين يشوفوني بعينيهم وانا راكبه. تركب ايه هو توك توك؟ انا مش دافع لك فلوس يا اخويا. محدش قال لأ. خلاص نعتبر التوك توك الطائر واركبه بالفلوس اللي دفعتها لك. ايوه بس ده ما كانش اتفاقنا يا انكل، احنا كان اتفاقنا ان تعاملك مع الرجل العناب هيكون عن طريقي، مفيش احتكاك مباشر بينكم. الكلام ده قبل ما تشتم، دلوقتي بيقولوا عليا بكدب، لازم اثبت للدنيا كلها يا بيرم اني انا مش كذاب، لازم اركبه عشان كل الناس تعرف ان صريح الفيل ما بيكدبش، ويعرفوا ان العنابي تبعي. ماشي يا انكل، سيبنا افكر في الموضوع ده وهرد عليك. سلام. يا عصفور انت فين؟ طب بص، تيجي تاخدني حالا من على شباك اوضتي. لا كملوا شغل انتوا، ما تركزوش معايا. عاجبك كده؟ اديك عملت اللي في دماغك ورجعت شغلك وثبت لبلك في صدمه. النبي مالكش دعوه انت بنظام خالص. يعني ايه ماليش دعوه بنظام خالص؟ مش كفايه عقدت الواد؟ وانتوا يعني كان لازم تفتحوا لي التلفزيون وانا باكل القفا؟ واحنا كنا نعرف يعني القفا هيجي امتى؟ وانا يعني اللي عارف؟ بس عموما قفا اكل وانا مظلوم احسن مليون مره من مليون تعظيم سلام يضربوني وانا ظالم. عموما يا ريت تكونوا انتوا اتعلمتوا الدرس كويس. درس ايه اللي احنا هنتعلمه؟ اديك رجعت شغلك اهو وعقدت ابنك. بس حضرتك يا فاروق بيه، لو كنت خدت بالك من اليوفط اللي انا ماسكها في الاعتصام هتعرف ان ده ما كانش مطلبي الوحيد. وايه مطالبك؟ انا عايز تكييف في مكتبي. الزبالة هيفضل زبالة. صباح الصباح يا دكتورة. هو القرف ده اللي انت منزلني من فوق عشانه؟ ايه رأيك؟ اسمعني دلوقتي، صريح الفيل عايز يركبك. صريح الفيل عايز يركبني ازاي يعني؟ مش قصدي يا ابني، قصدي يعني انه عايز ياخدك لفة. ايه ياخدك لفة ويركبك؟ جرايه يا دكتور، الكلام اللي انت بتقوله ده يطير في رقابه ربنا. يا ابني افهم، عايز يطير بيك قدام الناس عشان الناس تصدق انك معاه في الحزب. انا كده بقى حطيت ايدي على البلف، بس على فكره ده ما كانش في الاتفاق. بيني وبينك هو من حقه،
في بند في العقد اللي بيننا بيقول ان من حقه يركبك مرتين في السنه. برضك هيقول لي يركبك يطير بيك مرتين في السنه. بص هتلف بيه لفتين بس قدام الناس، عايز يزود دي ليه حساب تاني. احسن خليك اوعى. هكلمه اقول له ان احنا جاهزين. ماشي استبينا، بس برتب معايا قبلها يعني عشان لو عندي شغل او حاجه. شغل ايه ان شاء الله؟ ما انا اصلي على السكه وعلى الدغري كده، قررت اطلع مشاعري ومحاسيسي للناس. استنى بص كده يا دكتوره. المطرب الشعبي عصفور الجنينه، افراح اعياد ميلاد سبوع طهور. البحر بيضحك ليه وانا نازله دلع عامله القلال؟ البحر غضبان ما بيضحكش، اصل الحكايه ما تضحكش. البحر جرحه ما بيكتبش، وجرحنا ولا عمره تبل. والبحر بيضحك ليه وانا نازلة تدلع املى القلال؟ شكرا شكرا رجالة. نانسي احنا بكرة ها؟ يلا حرك يلا نحلق شعرنا شوية مش كده؟ مش معقول، انا مش مصدقة، صوتك حلو قوي قوي لدرجة ان انا يعني جسمي اشعر وانا بسمعك. كتير قوي بيقولوا لي ان انا بفكرهم بالشيخ امام. انت بتسمع الشيخ امام؟ ما تحسسنيش بالذنب بقى، انا زعلانه من نفسي قوي، انا من رمضان اللي فات ما سمعتش قران، زعلانه من نفسي قوي. الشيخ امام ده بيغني مش مقرئ. اه شيخ وبيغني. آه طب بيغني يقول ايه؟ ده راجل ثورجي رفض يعيش مكبل وانتفض لانسانيته، لازم تسمعيه. ما اسمعه اسمعه، مؤكد جهلي مني ان انا مش بسمعه. هو مشهور قوي معروف؟ معلش هسمعه، بس هو بيقول ايه بقى؟ بيقول حاجات كتير، هتحس بالخلاص، هتحس ان القيود اللي في رقبتك اتفكت، القيود اللي مكبلانا ومدمرانا ومخليانا عبيد في ظل المنظومه الفاشله. ايوه ايوه لازم يجي اليوم اللي نقوم فيه، لا لازم نقول لا. ايوه احنا مش شويه خرفان. الحريه، انا حر وانت حره، انا حر امشي في الشارع بلبوس لو عايز. لا بلبوس لا كده قله ادب. انت كمان حره، ممكن تمشي بلبوسه في الشارع لو عايزه. وطي صوتك بلاش فضايح، عايزين نخرج من هنا بهدومنا. ما تخافيش يا فاطمه، انا حاسسها، انا شايفها داخله علينا. هي ايه اللي داخله علينا؟ شمس الحريه. شمس ايه يا حبيبي؟ ده الدنيا ليل، الشمس غربت من بدري. شمس الحريه داخله علينا وهتنور الضلمه اللي حوالينا. انت لما بتتكلم انا مش فاهماك، مش حساك، مش عارفه بتقول ايه. انا هروح، انا اتاخرت. استني يا فاطمه، احنا لسه قدامنا طريق واعر من النضال. يلا خدوا ده بوكس. يلا يلا انت مطرب. حرام عليكم يا جماعه، ده ما عملش حاجه غلط، ده كان بيغني للشيخ داوود. شمس الحريه خدتني يا فاطمه، كملت النضال. منعم يا شعب مصر العظيم، ما كانش والله العشم تعمل كده يا حبيبي. انا عارف وواثق انه مش الكل كدبني، بس انا زعلان وواخد على خاطر قوي من كل اللي كدبني ومشي وراء الافتراءات. وعارف يا عز الدين يا عتائي ان انت اللي ورا الحملة المضادة دي عليا، وانا حوريك يا عز، وعزة جلال الله لوريك يا عز. اعمل زوم يا بهجت، اعمل زوم اكتر. ده الكارنيه اللي يثبت عضوية الرجل العنابي في حزب الصراحة راحة. هيطلع لي واحد زي الخازوق زي عز الدين عتائي ويقول لي الكارنيه ده مضروب. وماله؟ عينيا والبكا على راس الميت. انا بدعو شعب مصر العظيم باكر الجمعه ان شاء الله في ميدان التحرير الساعه الثالثه عصرا، هركب العنابي والف بيه سماء القاهره لمده ساعتين على الاقل، وهنسميها جمعه الفيل.
جمعة الفيل. اطلع فاصل يا باجد. لا استنى باجد، مطلعش، اشوفكوا بعد شوية في برنامج الصحة والرشاقة والأناقة، الفيل والتجميل وعزة جلال الله لوريك عز. ها هي مصر تخرج عن بكرة أبيها وفي انتظار وعد صريح الفيل. ها هي مصر في انتظار اللقاء المرتقب بين الرجل العنابي وعلى ظهره صريح الفيل. وليكن عنوان اليوم مصر تنتظر عنبها. ومعنا الآن الناشط السياسي حمادة حمادة. إيه رأيك في يوم زي ده؟ بصي حضرتك، أنا ما بحبش أسبق الأحداث، ولكن أقسم بكل ما هو غالي ونفيس، لو صدق صريح الفيل وجي معالي النبي النهاردة، هذا يعني انتخاب لحزب صريح الفيل في الانتخابات القادمة. وعلى فكرة أنا لا أتحدث عن نفسي فقط، ولا أتحدث عن أكثر من 385 ائتلاف. وها نحن بصدد تغيير في خريطة مصر الانتخابية، حيث المؤشرات تشير إلى انضمام العديد من الائتلافات إلى حزب الصراحة راحة. ومعنا الآن على الهواء مباشرة صريح بالفيل من مكتبه في حزب الصراحة راحة. أيوة يا سلمى، إيه الأخبار عندك؟ الميدان ممتلئ عن آخره، والآراء بين مصدق ومكذب. حدثت بعض الاشتباكات بين مؤيدي الفيل وبعض معارضي، ولكن كلها باءت بالفشل. سلمى بلغي كل المؤيدين تحياتي، وقولي للي اتصابوا منهم ان صريح الفيل معاهم ولا يمكن يتخلى ابدا عن احبابه ومؤيديه. بلغي ده للمؤيدين والاهاليهم كمان، وقولي للمعارضين وخلوا عز الدين عتاقي ينفعكم. سلمى بلغي كل الناس في الميدان اني خلاص جاهز، العنابي مستنيني فوق سطح الحزب، هركبه وطير يعني ربعايا بالكتير وابقى في الميدان ان شاء الله. وها انتم استمعتم بانفسكم، ربع ساعة ويكون في الميدان. هم لفتين بس حوالين الميدان. حاضر يا دكتور بيرا. لو حاول يكلمك ويفتح معاك حوارات هشد اللزقة وما ردش عليه، حتى لو شتمك بابوك وامك. اعمل اباجورة ولا كأني سمعت حاجة. ماشي، لما نشوف كلامي هيتسمع ولا لا. يا دكتور بيرا معيب عليك يا دكتور بيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه ده، انا لسه ما كملتش كلامي، انا بس اللي اتكلم هنا. يلا على النبي، ست ست ست. جود بوي جود بوي ستاي. الله 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 الله، كرهها بيرا. انت بتصيع عليا ولا ايه؟ تجيب لي كلب وبلبسه بدله العنابي؟ هي هطير فوق كلب انا؟ الله الله، لا بلاش الحركات دي، ما تقوموش عليا. انا برضو اللي بقوم عليك ولا انت اللي بتقوم عليا؟ هو 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 هو، هي حصلت لهو هو. انت عارفني انا مجنون، اقسم بالله اقسم بالله انكل اخده واروح. انت عارف انا بعمل الموضوع ده على مضض. على ايه؟ على مضض. انت معقد يا الله، معقد ايه مضض دي؟ اقول لك ايه يا بيرو، ما تفكها وخليك حلو، عايزين نطير بمزاج بقى. وايه بقى اللطاف اللي وراك دول؟ انت عارفهم الرجاله بتاعتي. والله يلا على النبي، مفيش طيران، يلا يلا جو جو. خلاص جو. خلاص بطل السلسل. جو 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 جو. يعني تعالى يا النبي سلم على صريح فيه. ما تخافش ما تخافش، ما بيقعدش. بص بص طبطب عليه هنا بالراحه كده، اعمل له كده بالراحه بالراحه. ما تخافش. بص خد اكله عشان ياخد عليك. النبي عم يا النبي يا جماعه. جود بوي جود بوي يا النبي. عامل ايه يا النبي يا حبيبي؟ يستاهل الحمد. أصيل أصيل. يا ترى عارف السكة كويس؟ طب هنروح الميدان عن طريق الدقي ولا الأولاني؟ الأولاني؟ أنا متهيألي إن الدقي أسرع. ماشي، أولالي أولالي، كل الطرق تؤدي إلى الميدان. يلا متهيألي إحنا جاهزين بقى. ها؟ بتوكل على الله؟ الأرض زي ما فهمتك. Oh.
وها نحن تتوالى علينا الأخبار أولا بأول، حيث أن صريح بي الفيل حاليا يمتطي الرجل النبي وفي طريقهم إلى هنا. معنا على الهواء سيد صريح. ألو يا أختي. أيوة يا سلمى أنا معاكي. أنا قربت منك أهو، أنا داخل عليك أهو. عفوا لا أسمعك. خف رجلك شوية على البنزين يا عنابي، البت مش سامعة حاجة خالص. أنا عايز أروق بسرعة، الجو فيه لسعة برد وأنا مش لابس كلسونة جدي. عنابي مزرجن يا سلمى ومش عايز يهدي. اسكت يا سلمى، ده بيقول إن الدنيا برد وهو مش لابس كلسون وأنا راكب فوقيه. اوعي الخبر ده يوصل للميدان. ها بلغ الناس ان انا قربت خالص اهو. انا قربت منك اهو. وها هي لحظه دخولهم الى الميدان. غني يا مصر وافرحي بابنائك العظام، هلل يا شعب مصر فلديك ابطال يدافعون عنك. فليخشى اعداء مصر انابها وصريحها، احذروا يا أعداء مصر فلدينا الصريح والعناب.
يا بهوات، اقدر اقول لكم بالفم المليان ان البلد التالت تفلت من ايدينا. يا شرنقوطي باشا، ما تخليش حبك وطنيتك يخلوك متشائم تجاه البلد. مصر ممسوكه بقبضه من حديد، وهو ده اللي لازم يتغير. يتغير ازاي يعني سعادتك؟ هنا شعبيه حزب الصراحه راحه بقت في العالي، والناس جريت في احضان الراجل العنابي. ايوه بس الراجل العنابي ده مش هيحل لهم مشكله التموين ولا البنزين 80 ولا الرغيف ابو شلم. الشعب المصري تبع الحنيه يا فاروق، عشان كده لازم نغير سياستنا. نغير سياستنا ازاي يعني سعادتك يا فندم؟ لازم الداخليه تبتدي تغير معاملتها مع المتهم، قصدي مع المواطن. لازم نكسب المواطن في صفنا. اي ضابط صغير او كبير في الداخليه لازم يعتبر ان المواطن ده ابنه الصغير. كلنا لازم نرفع الشعار ان الشرطه في خدمه ودلع ومنجهه الشعب. ايوه ندلع الشعب ازاي يعني يا فندم؟ مش فاهم. لازم نغير الحزم بالابتسامه. لازم كل ضابط يرسم ابتسامه على وشه. لازم المواطن يحب الداخليه. لازم الداخليه تبقى الصدر الحنين للمواطن. الصدر الحنين ازاي يا باشا؟ هنرضعه ولا ايه؟ اهلا 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 منور، مش سعادتك اللي كنت عامل اعتصام عشان تشتكينا؟ ايوه يا فندم انا. طيب يا سيدي، اهو انت بالذات بقى اللي لازم ترضع الشعب. يعني اعتقد انك تقدر على حاجه زي كده. انت حضرتك بتستظرف عليا؟ استظرف؟ لو حضرتك يعني ممكن تسال فاروق بيه ان انا عندي ملكه الافيهات والاستظراف دي عاليه جدا. بتقول ايه يا ابني؟ ابنك في البيت يا حبيبي. معلش يا فندم، ده كان افيه كده بس عشان حضرتك تعرف ان انا عندي الملكه. لازم حضرتك تعرف ان قله الادب سهله جدا، الادب هو اللي صعب. الاجتماع انتهى يا حضرات. ازاي تكلم الشرنقوطي باشا بالطريقه دي؟ انت مش شايف هو بيقول ايه؟ الصدر حنين ده؟ فين هيبه الشرطه؟ بس ده حل مناسب عشان نرجع هيبه الدوله شويه على الاقل من هيبه الدوله، قدام صريح وقدام الراجل العنابي اللي بقوا اقوى من اي مؤسسه في الدوله. هم فعلا اقوى من اي مؤسسه في الدوله، وان شاء الله بقى ياخدوا البلد باللي فيها. كمانك عصبي كده النهارده؟ يعني انت مش عارف نظام حالته بايظه خالص من ساعه ما شافني وانا باخد بالقفه، مع ان القفه ما كانتش جامد قوي يعني، ما اعرفش، هو الواد نظام مقفر برضه. ودينا يا سيدي مش سايباني في حالي وانت عارفها. اهدى شويه علشان نعرف نتفاهم. انا مش ههدى، انا هروح. اجي معاك؟ لا لا خليك، الواد نظام عنده الدكتور في البيت، هطمن عليه. عايز اقعد اتكلم مع دينا كده لوحدنا بصراحه، مش عايزين لمه. بعد اذنك يا عم. ركز معايا وحده الكاميرا عشان ما تنفذنيش في اول الاوضه. ايه ده يا عم هيثم؟ هي دي شركه الانتاج يا عم هيثم؟ ايه رايك بقى؟ ايه رايك في القبهه والمزاحه والجمال ده؟ ابدا كبير تفضل كبير. كبير ايه يا عم هيثم؟ فين ال 5000 جنيه اللي انت لهفتهم مني؟ لا لا لا، انت هتخوني ولا ايه يا عصفور؟ لا عيب كده. الله، دي الهيصه دي والزينه دي كلها والحاجات دي مكلفاني بس 3000 جنيه. انا قلت لك شركه انتاج مش كشك سجاير يا عم هيثم. يا حبيبي افهمني، دي حاجه مؤقته كده عشان الكاستنج، عبال ما نلاقي مكان راقي في حته راقيه وبعدين نعمل بقى شركه الانتاج. مش حاطط ايدي على البال، في الدماغ مش واصله يا عم هيثم. تعالى بس يا اخي، تعالى قوي، تعالى خش بس معايا. عارف انت بتعمل ايه؟ خش، ده انت هتتبسط قوي. كتكوت كتير حلوه دي، ربنا انا مكسوف من اللي انت عامله ده. يا عم ايه؟ انا عايز الحرمه اللي تطلع معايا في الكليب تبقى فرس يا عم هيس. اول ما تطلع على الشاشه مصر تتقلب. عيب عيب، انت مع المخرج هيس، اطمن. يا استاذ بخة. جاهز؟ جاهز يا مرياسه. طيب دخل المودلز بقى، دخلهم واحده واحده. عينيا عينيا، يلا يا جماعه نلم نفسنا كده، نلم كده فيها عشان انا بتعب بصلاه. الله يخليكم ويطمنوا، والاستاذ المخرج هيشوف كل الجثث وهيعينها. اطمنوا، ما تتفضل يا كتكوت الفيل هنا على الميزان. صلى على النبي، صلى على النبي. لا لا انا اسف جدا، معلش حضرتك يا مزمزيلي، انزلي حضرتك. 108 كيلو واحنا اخرنا هنا 110، معلش انا اسف جدا. أمه هدير
اتأسست سنة 66 وجدت في الحارة اللي جنبينا، عشقت المحشي صغيرة ترعرعت على أكل اللية، إنها أم هدير شللت نجرة. خش عليهم غرقيهم، خش عليهم. صلى على النبي. أيوه إزيك يا أم هدير؟ أهلا يا باشا. خش كده قربي في الكادر كده، واحدة واحدة، لا واحدة واحدة، عشان عايزك تاخدي مساحتك في الكادر، أشوف خطوتك. أيوه. ازيك يا ام هدي؟ ازيك يا باشا. انت وزنك قد ايه؟ 140. طب والطول؟ 140. اوكي العرض عرضيه. اتفضلي يا ام هدي. قولي لي يا ام هدي، عملتي حاجه قبل كده؟ عملت المصران وعملت الاعور. لا مش القصد يا ام هدي، نقصد يعني اشتغلتي اي حاجه في الوسط الفني قبل كده؟ انا كل الوسط الفني يعرفني، انا اشتغلت مع مدام رجاء الجداوي واشتغلت مع مدام دلال عبد العزيز. الله 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 الله، ده انت محترفه بقى. اشتغلت معاهم في ايه وايه؟ كنت بنضف عند مدام رجاء سبت وحد، وبنضف عند مدام دلال اتنين وتلات. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ انا كده ضمننا ان الكليب هيطلع نظيف وزي الفل، وده ليه؟ لانها عندها حس ثقافي وفني. البنت دي كويسه يا عم هيثم. ماليه وهي كويسه، ما تقولش قدامها، بس برضه ايه، احنا شوف، ما احنا ما نشوفش حد تاني. ماليه الكادر ازاي؟ طب ما كفايه كده، ما نشوفش حد تاني. حواليك اعلى بقى، اعلى. نشوف غيرها عشان الفرص، فرص للناس. طيب على الوهاب ده مع الاستاذ بخ. يلا مع السلامه يا ام هدير. مع السلامه استاذ بخ. دخل الموتور اللي بعديها. حاضر. عينيا عينيا مرياسه. منال الفتاة المدللة الأولى للمنطقة، عشقت الانحراف صغيرة، ترعرعت على الشقلمة والمغامرات في الخرابة العمومية، متزوجة من عبد المنجد ومش قادر عليها. الآن مع الصاروخ الدهني المتفجر، منال. ازيك يا أم ممس؟ عاملة يا منال؟ أخش بقى يا أخويا على الكادر ولا الكادر عندكم زغنطط؟ خش يا وحش على الكادر بس برجلك اليمين. وحاسبة على السلمة المكسورة. أوعى حبيبتي. لا لا يا أخويا، أنا أهم حاجة عندي الكادر ما يكونش مبلول، أحسن الزرحة ولا حاجة وأنا داخلة وماليش قطع غيار في مصر. يا عسل. أيوه تحب أنت الحرمة النغشم ولسان طويل يا عم هيثا يا كزر. عشان كنت بتسرقني. خلاص بقى يا عم هيثا، قدر ما حصلش والحصل ما يكررش. خشيلي يا منال كده في الكادر. يا ابني انت فين؟ ما تحسش بالكادر يا ابني. انت بتصور نفسك يا كوبايه. خلي ما تتكلمش، ما تحشش انت، خليك انا المخ عشان ما حدش. طب قولي لي يا منال. ايوه يا اخويا. عايزه تمثلي لي. والله يا اخويا حسيت كده ان جوايا مواهب دفينه، فقلت لما اجي عشان تكتشفوها اطلعها. يا ماما انت، طب بالراحه واحنا هنطلع لك طاقه طاقه عشان ما تتعوريش يا ماما. قولي لي يا ابو ممس، انت اتطلعتي من عبد المنجد ولا لسه؟ على وشك يا اخويا. دي لسه ما اتطلقتش يا عم هيثا، جايه تعمل ايه دي؟ إيه ما تخرج انت بقى، ايه ما انت كده بتحرجني. لسه ما اتطلقتش يا عم هيثا، انت جايبها ليه؟ انا بسالك على اساس ان انت هل هيبقى عندك مشاكل مع المشاهد الجايه، انت فاهمه يعني؟ لان ده هيخدم الدراما. اسم الله على الدراما يا ريس، ده انا خدمه شباب الحاره كلها، مش هخدم النجم بتاعي. غالبا هي الكزره دي يا عم هيثا. ايوه. اوكي يا منى. اوكي يا حبيبتي، انت تليفونك بقى للاستاذ بخ. مع الحته كلها. معايا معايا. روح يا طلبيزو. اوعى تخش في الكاميرا يا ماما. حاجه تانية يا عم هيثا. ايه في ايه؟ ده منظر نجم. معلش انا فاتني شعري ولبسي. لا لا لا، انت معاك حق، انت معاك حق، انا فعلا فاتني نجيب ستايلست عشان حكايه اللبس والهدوم دي. ونبص بره ليه يا عم هيثا؟ ما الواد بخه موجود. بخه؟ بخه الواد مكواجي وعينه ياما شافت قطقم. تقدر يا بخه؟ طبعا يا مستر، امال ايه؟ الله ينور عليك يا نجم. ده انا ياما كوت ماركات لويفي انتوتون فيرزانشي باتا. اوكي على خيرة الله. يلا نجهز يا جماعة عشان ان شاء الله هنطلع بالليل على المصيف بقى والبحر، عشان الفيديو والكليب ده لازم يتصور في وسط الشمس والحبيبة عشان يبقى حي. اوكي يلا يا جماعة اتفضلوا دلوقتي. مطرب وملك الاغنية، ظابط مثبت حرامية. مطرب وملك الاغنية، ظابط مثبت حرامية. مخترع 100%، ما فيهمش واحد مش فنان. الضحك كونا ولمونا، ثلاث مواهب مدفونة، بس لما تيجي الجنونة يبقى اللهم اغسك يا اسطى.
الرجل العنب عسولة عامل عمايل مش معقولة الرجل العنب عسولة عامل عمايل مش معقولة تعشقوا قوي من الحلقة الأولى وتقول عدوات كمان وكمان زي زمان الضحكة الحلوة وحشتنا